صحيح ولا لا؟ افترض انك بتوقفه بدل ما يكع بالضبط يعني شيء بسيط يكع يعني مره. كان يوم كنت راكب مع عيدي كان بيقول لي شيء معين حصان يفتح ما يفتح توي، قلت انا عاصف صراحه اعرفه. هو ما ركبت حصان فتحت باقي السرعه، فتحت قلت له حركه يعني بوري شيء يزيد معي، فحصان مقنع اثناء فتحي له اشيل هم وشو اذا توقف اخاف ينقلب الخبر وعارف لا لا مره ويحتري وقفه يعني يحتري الامر وقوف، فاخفف امر الكعه عشان ما يجيب. انا عارف اكيد تكون درجته مره زينه وصل الكعه عندي بريال، فاثناء الفتح من اول نشيل هم فاتحين مبسوطين بس كيف وقفه؟ الان تشيل هم الله يستر لا يوقف زيادة عن اللزوم. طبعا هنا ما ارضى زيادة عن اللزوم والحصان قد يسوي، لكن هنا حطيته في وضع من خطورة اضطر اني ارضى زيادة عن اللزوم، يعني فاتحني من اسطبل الزفلت بيني وبين الزفلت هنا وشجره وصل كع عند لعبته وانت تقول لك اخوي برضيك هو دافور هذا قال بس انا ما بكتب دافور هنا. طبعا كل اللي صار وسوي ضعفت الوقفه ما طلبت منه كع اقول طبعا كع اقول بس بالنهايه بواكبه، فانا ما واكبه زي مقطع حجم كان شفته مقاطع من حد القديم مره اثناء عاصف كان يهذب وكعيته جنب فيصل بالسياره يوم كعيته تطمر على قدام كعب طمره مقطع قديم مره لمحد هذه فيها ارضاء يعني؟ اي هو وقف اثناء وقفته مع حصان عاصف اثناء وقفته وقف فوق فوقيه زلك فانا جمعت اشعري جمعتي خلته يعدل الوقفه يعني لان لو وقف بالشكل هذا بطيح جمعتي له خلته لو تركز فيها وقفه كم مره مكرر اليوتيوب كثير حتى حضرت الانستغرام كثير اهذبه حتى تسمع صوته الكعه وقف ثم طمر على قدامك كعب طمر على قدامك شوف الطمره قدامك هنا قاعد يوازن نفسه طبعا هي ناحيه حسيه عصبيه واقعيه منطقيه لو ما جمعت كان بيطيح؟ لا طبعا على ورا انا ما اتوقع ممكن يطيح بس قصدي الفكره ان ناحيه حسيه انا ما بلم شيء انا ناحيه شعوريا جمعت بس الفكره انه عقب ما شفت المقطع برضه تبين لك لا لانه قطعت اربع ثلاث ركوب ما تحس فيه وبعض المرات اشياء تحس فيها وما تشوفها وفي اشياء تشوفها وما حسيت فيها بس اللي حصل طبعا اني لما وقفته الحصان باختصار زي لما هذب حصان انا هذب وتيب زفلت وقفه هذب حجب وتيب كلهم يهذبون كلهم يوقفون بس هذا لما يوقف كلهم يوقف بالتراب يطيح صح انا ما ذاك انت يا مثلا حجي ما حصل بينما هذا تقول انا عارف الشغل اعطيك تبغى بس عندي بيس هنا اضافات من عند الحصان جميل لماذا اختار الحصان عدم الاختلاف؟ مرتبط ترى بقي سؤال واحد مرتبط سؤالين مرتبط بالسؤال الاول اللي هو الطيحة الحصان تحكمت توقع التحكم عرف التحكم معناته ان لما يعرف الحصان ان لو قرر يطيح ممكن يطيح هو يشيلها وش اللي يخلي الحصان يختلف؟ الامل في النجاح وكل ما زاد الامل في النجاح كل ما اختلف كل ما قل الامل اختلف ليش؟ هذا موضوع اختلاف يد الوقوف هو مختلف مع الجميع وعندما يختلف مع الجميع لن يفعل ما تريد كلنا بدون استثناء اللي يصير احسن خيار موجود هو الوقوف حلم كل خيال هدف كل خيال امل كل خيال بس ما يمكن تنتهي هذا الخيال الان بعد ما كرر الموضوع ما عاد يوقف مع الجميع حتى مع خطا بس ما عاد وقف عقب وقوف او تخفيف غير ما عاد وقف عقب انطلاق وهج لان انطلاق وهج كل ما اختلف رجع فاس بينما هنا اول نقطه انخربت خربت يوقف احسن من هذه الوحده هذا في اصعب احواله اثنين والنقطه الاهم هو اصلا ما عاد يختلف او يقل اختلافه بشكل قوي جدا مقارنه بنفسه لاحظ قصدي قلت ممكن لا اختلف استمر يختلف هذا مثل هذا مقارنه بنفسه يعني قارن الحصان ده بنفسه وش كان يسوي قارن ده بذا قال ذاك وذا خواف ده مو خواف بس مقارنته بنفسه كان يختلف مره مقارنته بنفسه ما يختلف ليش؟ لا اختلف اوقف ليش اختلف لما يعني هناك اختلف لا اختلف نص كل ما اختلفت رغت فيه نعم قل ميزه تفريغ سمعت تبغى عايز بدرجه تمام جاي فيصير من ضمن الحل انك ما تحطه في وضع يخليه يختلف فاذا وش اللي يخلي الحصان ما يختلف معرفته للوزن الوزن كله طبعا في وضع التحكم تحكم توقع التحكم معرفه هو اللي بعده اي معرفه التحكم هي اللي تخلي الحصان يختار باختياره زي ما قلت موضوع الاستسلام انا ما اقول لك ان الثقه هي الطريقه الحلوه في التحكم هي الطريقه الوحيده في التحكم اذا لما نقول لك الاشياء المعينه اللي احنا كبشر لو صارتنا نراها ضد الحريه وان استسلام وان خضوع وان لان نربطها بالقوه احنا ما نكره التحكم نكره اسلوب التحكم بنتك تتحكم طبيعي لكن اللي خيل مستحيل تتحكم فيها التحكم يتكلم عنه انا بالقوه لأن التحكم انواع اتكلم عن ما لم يتحكم ابدا ما في اي ثقه تحكم ثقة تحكم تام ثقة حقيقية مو ثقة المقصد هل الخيال هذا ك
كذا السؤال، هل نقدر نقول الخيال يمر بالأوضاع الثلاثة هذا التدرج؟ يعني أنه تحكم توقع التحكم، عرف التحكم. هل نقدر نقول أن الحصان في هالوضعية لو أنه تكلم يقول أن هذا وضع الخيال الآن، يعني أنه الخيال الآن متحكم؟ لا لا، هو قصدي كنتيجة، كحس يعني الحصان يحس ان تحكمت فيه كنتيجة، انت قدامك تحكمت، الحصان قدامك خاف، حاول انك تتحكم فيه. جاي الان المرحلة الثانية، توقع التحكم. الدليل ان توقع التحكم انه ما تفاجئ. لا ما اتوقع. شباب عرف التحكم، ما اختلف ما اختلف. جميل، يعني كنتيجة. بالنسبة للحصان عنده راجع الحصان الموزون في الطريق الصحيح. تكلمت عنه في مقطع فيديو عن موضوع ما هو الحصان الموزون. عرف الحصان الموزون أصلاً في الطريق الصحيح، نبي تعريف الطرق الصحيح. الطرق الخاطئة عندهم وزن، الطرق الصحيحة عندهم وزن. أنت ترى واحد له وزن. أنا إذا قلت الطريقة الصحيحة ترى الطريقة اللي ما أسميه ما أسميه أنا وزن. الوزن هو المرحلة الثالثة من المراحل اللي قبل شوي. أي نعم. التحكم الحقيقي طبعاً وزن، التحكم الحقيقي وزن، بس الحصان مو موزون. يعني أركبه تحكمت فيه، بس أنت ركبته وش معسور أول مرة أركبه. أتحكم فيه، أنزل عنها تركب تقول موزون، تقول لا مو موزون، مركب حصان تقول موزون. النتيجة واحدة، بس الحصان ده ركبت تقول مو موزون، ثم ركبت حصان تقول موزون. حصان أنت تركب إذا ما ترى موزون، حصان أشقر أشقر يتركب الآن ركب مركب ترى موزون. الموزون هو مرحلة الدعم اللي هي معرفة الدعم، والمرحلة الثالثة ما تمر إلا بالطريقة هذه، مين موجود إلا بالطريقة هذه. صحيح. والدليل القطعي عن النقطة هذه أنه في الطرق الأخرى عند الاختلاف يسوي الحصان. لا ما اقول لك عند اختلاف حاول كم شيء سؤال تبغى موضوع متى بيختلف الحصان. عند اختلاف ناجح الحصان في فعل ما يريد، مو بحاول وفشل بس نجح فعل ما يريد. فالوزن عندي انا هو معرفه التحكم، تحكمت فيه وتوقع التحكم وعرف التحكم ووصل لمرحله ان اصلا اختلف ولا ما اختلف نتيجه واحده فقدر مستمع انا موزون. موزون في الطرق الاخرى يقصدون فيها موزون بناء على القواعد حقتها، مثلا الطريقه الامريكيه موزون ان عرف ان يسوي جميع الامور بحدود التفضيل ما يتكي ولا يسهل. طيب ممكن مثلا شخص يركب بطريقه مثلا معينه، طريقه زي تربه مثلا بوي او طريقه اسبانيه فرضا، حصان وصل لمرحله معينه يسوي كل شيء بحدود تفضيل التفضيل والتتكي مثلا بدون ما يسحب انا موزون. فالتعريفة للوزن تختلف من شخص لشخص. هو يرى وزن، انت ترى وزن. الوزن اللي انا اتكلم عنه هو ان الحصان عرف التحكم. عرف التحكم معناتها انه قدر المستطاع يحاول انه ما يختلف، ولو اختلف ما يتفاجئ من الاختلاف سيؤدي الوقوف، و إذا وصل لمرحلة هذه يحاول قدر المستطاع أن يأخذ الأصل. قد يكون سؤال شخصي، الوتير موزون؟ أي حصان تركبه فترة ربع من المتر يكون موزون. أجل. بس ما يمكن يكون الوتير موزون طبعا ممكن. ما يختلف معك؟ إنما زي ما قلت لك موضوع الاختلاف يؤدي الوقوف. الفكرة الاختلاف أن اختلف مع الجميع، فكرة أنك تقول الحصان ما يختلف معك كأنك تقول أنه يصل الحصان من التدريب أنه مستحيل يختلف. أيوة. هل هذا ممكن؟ فيزيائيا غير ممكن. أنا غلطان اثبت لي. في القادسية لما خافت أخي من فيلة وش سوت؟ ثابتة، كنت كلام ثابت قدامك. ثم الخيل الفرس لما شافت البعارين قام مع عمر لبسها الجلال حاسد الدنيا. هذا النتيجة لا تقبل النقاش. أي جميل. إن وجد نتناقش فيها، لكن حتى لو وجد عقب وزن مو بنقاش يعني ما بنا لأنه منطقي. أنا قاعد أقول أصلاً لا يختلف، لكن أبغى أجيب نقاش منطقي يكسر الموضوع كله، يكسر القاعدة كاملة. قل وتخلت على المقطع قبل ما نزلته، قل ابغى شخص يركب حصان عسيف اول هذبه او اول خطوه او اول مسار او عسيف اصعب شيء، والحصان في الوضع اللي يختلف فيه مع الجميع بصرف النظر عن وش صار عقب الاختلاف ما يختلف اصلا. على سبيل المثال خالد رضي الله عنه والزبير ركب حصان عسيف اول مره يركبه، اول ركبه مع حصان ما يختلف معه، مش مسار على طول، ثم قال خب على طول، ثم قال هذب على طول. تجزم انه مستحيل ان وجدت ابشر. فيزيائيا غير موجودة، لأنه أنا فاهم تقول درجته أحسن من مراحل، درجته أحسن من مراحل يعني بيسوي اللي سواه معك، بس قد يكون أسرع تحسن أو خلينا نقول درجته أحسن، بس اللي صار معك صار معه أحسن من مراحل بس صار. فكرة إنه ما يختلف كأنك تقول الحصان يعطيك تبغى يعني أمشي ها رح عسيف مو بصح. أنت تقول لي ما يختلف أبدا عسيف مثلا، طب حلو خلينا نقول فرضا وتي ما يختلف أبدا فرضا، طب سوري اختلف من جد عسيف هذا أمور صح. لكن انت مقارن مثلا فرضا تقارن الوتير الان مقارنه بما كان عليه من قبل لا مخت اي شيء صان كان دخلت الشعيب كنت شغفي احنا رجعين من السابعه ومصالب دخلت في الشعيب يعني الشعيب كله اخذ رغات لاني انا اصر عليه وانا صغير اني ارد على الروغ يروغ ويروغ بقوه يتلتل يروح هناك لما يطمر هناك لما يروح يسار لما يروغ واجد. انا
على أبي وعمر. كنا مثلاً محمد أبو حمد خوف مقارنة بنفسه، هو خواف. يعني قارن الحصان بالحصان، ما تقارن ذا بذا، قارن ذا بنفسه. مع أن زي ما قلت لك الخوف ممكن لو وزنت حصان زيادة يخاف زيادة، لأنه أصلاً ما كان مو بخايف، هو كان خايف بس إنه ضامن إنه لو خاف انطلق. فلما ركبته صح بدأ يصير حذر، لأنه يقول لو خفت ما انطلق فحيا شوي. ثاني شيء بيكون أكثر جفلات. نعم. هذا كلامك عن النتيجة. الحصان كان يروغ ثم صار ما يروغ. جميل. بس لما يكون موزون تبقى الدرجة تختلف. وتي مثلاً فرضي يقدر الشغل يقدر، بس منطقي أنا ما عصفته، كنت خطأ فترة وما كنت تدين صح، ممكن أقارن بخيل عصفته، بخيل أنا عصفته مو أكثر من درجة أحسن من درجة اللي راح، صحيح صح، مع أنه قد يكون خبرته أحسن من نوع معينة، لكن معرفته لكن أكثر. لكن مو بعساف، نعم في النهاية مو بعساف، هي النقطة لها ميزاتها، بس بشكل عام الحجة الحقيقية لصاني أنت وزنته، طبعاً فوق عودتي وستنا أنا صان كنت خطأ كثير، بس يعني ركوب خطأ قبل وركوبي أنا خطأ فائدة مرة، فصار يثق في اللي أنا أسويه، يقدر إنه يسوي تقليد قوي جدا، أسوي أشياء معينة فيه، بس بشكل عام العسيف هو اللي هو الحجة، خاصة العسيف اللي مثلاً تقول عسفت عسف صحيح وتفرقت زي عكام مثلاً حج أو شيء هنا، يعني صار يعني أنا مسؤول عن ما يفعله الحصان، أنا قاوت قبل ينعسف طول عمره، أنا عسفته وماذا يركب من قبل الشخص يركب طريقتي هنا، نعم أنا مسؤول عن ما يفعله الحصان. لا طبعا نركب الشخص غير، طيب لكن لما تجيب الحصان قبل والعسف او بعد العسف الركبه غيره ما يدخل كلمه وش دخل اي صح، لا هذا موضوع ثاني. لا انا ابي لان شوي تشعب نرجع ان الحصان الموزون في الطريقه الاصح هو الحصان اللي يعرف التحكم، يعرف التحكم معناته يعرف التحكم انه ما يتفاجأ لو تحكمت فيه في وضع صعب، لما يختلف معك الاختلاف يدي له وقوف ما يتفاجأ. جميل. الخيل اللي مين موزونه تتفاجأ، يعني باختصار يتفاجئ الشبيد لما تتحكم فيه، وقلت تبغى كتبتها الحصان الموزون حقيقة كل ما زاد الفكرة هذه، إذا ركبت يقول سم آمن الحصان اللي ركوب خطأ موزون، إذا ركبت يقول شبيد غير، نعم كل ما زادت زادت كل ما قلت نعم كل ما زاد زاد التحكم، نعم كل ما قلت التحكم كل ما الاستغلال. هذا آخر سؤال. سؤال إيش؟ الحصان أو الفرس لما يستغل عليك تشنيع، يستغل عليك قمص، هذا بسبب دقه ولا بسبب سوره؟ زي ما قلت هنا طبع، هنا نتكلم عن طبع، نستغل شيء معين عليك هو طبع، الطبع معناته في خطا، الخطا معناته ان في سبب لفعل الحركه هذه وفي هدف، ابغى اروح الافراس ونجحت بالتشنيع او بالانطلاق او بالطبع ولا صفه؟ هذا كان طبع طبعا، طبعا ما كان صفه، كان طبع، طبع طبع عاده الطبع شو شيء يسوي حساب الحاله طبيعته، لما ركبت خطا سواء بشكل سلبي ركبت صح سواء بشكل ايجابي، طبعا عاده اللي يسوي بشكل ايجابي يختار انه ما يسوي، زي التشنيع صار بحق يشنع فضل